صح. السلام مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. كما كتشوفوا حنا متواجدين حاليا بشوارع العاصمة الاقتصادية، طلعت على الطريق عامرة تزامنا مع أول أيام الأسبوع يوم الاثنين الصباح. هذه تخلص الأمور على كل الناس اللي خارجين اليوم غادي المقر العمل ديالهم. التوفيق لكل التلاميذ، غيدوزو اليوم امتحانات ديال الأولى بكالوريا. اليوم أجواء صراحة يعني مستقرة من ناحية الجو، يعني ما كاينش واحد البرد وما كاينش واحد الصح. طبعا كنتمنى اليوم كامل يدوز بحال هكا يعني مستقر. خصوصا في اوقات اللي كتكون طبيعه الحال الفترات الصباحيه، كنوا كاع الناس خارجين غاديين على كل واحد، والفترات المسائيه كذلك تكون يعني اوقات اللي ديروها يكون زحام في الطريق بحكم ان كل شيء كذلك خارج من الخدمه ديالو. كما كتلاحظوا معايا دائما السيركولاسيون كاينه في شوارع كازا، فلذلك يعني الانسان انه دائما يحاول يخرج بكري. تفاديا طبيعه الحال التوتر ديال الزحام، الانسان راه ملي كيكون يعني الوقت يعني مدروك منه فكيكون التوتر، ف يقدر توقع شي افه الله يحفظ. فالانسان لذلك يحاول يخرج قدر المستطاع بكري. Thank you.
مشاهدينا الكرام، هذه هي شوارع العاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء. دائما سيركلاسيون دائما كتكون الطريق عامرة، خصوصا في فترة الترواء ولا سواء في الفترة المسائية أو الصباحية بحال دابا كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام. فوصلنا لنهاية البث المباشر، نتمنى لكم تبقوا على خير وعلى أمل، نلتقي بكم بث آخر بحول الله. إلى اللقاء.